أهلا وسهلا بكم في قناة تعلم مع آدم وإياد. نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. في إطار تعلم مجموعة من المصطلحات العلمية باللغة الفرنسية، لأن المصطلحات مهمين خصوصا أن الأسئلة كتعطاو كذلك ديال الامتحان باللغة الفرنسية. وتعودوا من دابا لأن في الإعدادي غتقراو المواد العلمية باللغة الفرنسية. حنا غنتعلمو هاد المصطلحات ولكن بطريقة مختلفة، طريقة التطبيقات التفاعلية. التطبيقات التفاعلية فهي من تصميم قناة تعلم مع آدم وإياد. رابط تحميل ديال هاد التطبيق غنخلي لكم في صندوق الوصف. إذا الدرس اللي غنشوفو المصطلحات ديالو هو درس الرياضيات للمستوى السادس، اللي هو تنظيم ومعالجة البيانات Organisation et traitement de données. إذا on va commencer لنبدأ. إذا قم بربط كل مصطلح بترجمته. إذا غنحاولو ربط المصطلحات باللغة العربية بترجمتها باللغة الفرنسية. إذا عندنا مدراج، جدول، بيان، مخطط بالأعمدة. إذا ما معنى مدراج؟ مدراج إذا ترجمته باللغة الفرنسية هو ميبيان استوغرام. إذا عندنا استوغرام. مخطط بالأعمدة ترجمته باللغة الفرنسية غرافيك باتون. وبالنسبة للبيان إذا هي دوني، وبالنسبة للجدول تابلو. نعيد، بيان دوني، جدول تابلو، مخطط بالأعمدة غرافيك باتون، مدراج استوغرام، بيان دوني، جدول تابلو، مخطط بالأعمدة غرافيك باتون، مدراج استوغرام. إذا بعدها سنقوم بإرسال الجواب. إذا عندنا إجابة صحيحة، إذا إجابتنا صحيحة لنتابع. إذا نضغط على زر تابع. إذا نفس السؤال، قم بربط كل مصطلح بترجمته. إذا سنقوم بربط المصطلحات باللغة العربية بترجمتها باللغة الفرنسية. نسبة مئوية، مخطط بخط منكسر، قطاع دائري ينظم. إذا ترجمة نسبة مئوية بالفرنسية بورسنتاج. مخطط بخط منكسر هو غرافيك ألين بريزي، وبالنسبة لقطاع دائري هو دياغرام سيركولير، وبالنسبة ينظم ترجمتها هي أورغانيزي. إذا نعيد، مخطط بخط منكسر غرافيك ألين بريزي، قطاع دائري دياغرام سيركولير، نسبة مئوية بورسنتاج، ينظم أورغانيزي. إذا نعيد، مخطط بخط منكسر غرافيك ألين بريزي، قطاع دائري دياغرام سيركولير، نسبة مئوية بورسنتاج، ينظم أورغانيزي. بعدها سنقوم بإرسال الجواب. إجابة صحيحة لنتابع. إذا نفس السؤال، قم بربط كل مصطلح بترجمته. تنظيم البيانات خطأ، معالجة البيانات ينشئ. إذا معنى تنظيم أو ترجمة تنظيم البيانات، تنظيم البيانات هي organisation des données. كيقول خطأ هو erreur، خطأ erreur. معالجة البيانات traitement des données، وينشئ construire يعني إنشاء مبيان، مثلا أنشئ مبيان، construire مثلا graphic etc. إذا نعيد، ينشئ construire، خطأ erreur، معالجة البيانات traitement des données، تنظيم البيانات organisation des données. ينشئ construire، خطأ erreur، معالجة البيانات traitement des données، تنظيم البيانات organisation des données. سنقوم بإرسال الجواب لنحصل على النتيجة. إذا نتابع، 10/10، فيليسيتاسيون فوز افي ريوسي. إذا كم المصطلحات صحيحين؟ نتوما ممكن تخدموا بهذا التطبيق، أنا خليته لكم في الوصف باش تحملوه وتخدموا كذلك بهذا التطبيق لأنه مفيد جدا وخاصكم تعرفوا المصطلحات العلمية. نتمنى لكم فتكم، شكرا وإلى اللقاء.